بقالي 3 أيام يا جماعة بدور على الأرنبة العاتقة الكبيرة بتاعتي ومانش لاقيها خالص، وطالع دلوقتي بفطر الطيور وطالع كده على السلم، وبجد بجد يعني المنظر اللي شفته هنا في الكراسي دي، الكراسي القديمة بتاعت الأنتراه دي، السلم اهو يا جماعة والباب اهو بتاع السطح، المنظر اللي شفته في الكراسي دي بجد بجد كان اكبر صدمة ليا والله العظيم والله العظيم والله العظيم. على الصبح كده كان بالنسبة لي يعني مفاجأة وصدمة الاتنين في نفس الوقت، كان بالنسبة لي يا جماعة مفاجأة وصدمة الاتنين في نفس الوقت. طبعا انا بعلف الطيور اهو والارنبة العاتقة ظهرت اهي، لان انا بقى اكتشفتها وطلعتها وهنشوف كل حاجة مع بعض وهنعرف برضو قصة الكرسي وهي كانت في الكرسي بتعمل ايه والله حصل لها، ونعرف كل حاجة مع بعض. بس اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا يا مات في مزرعة، لو مش مشتركين وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده يا جماعة، نسبة كبيرة كبيرة نسبة كبيرة جدا 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 من الناس اللي بتشوف الفيديو بتنسى تعمل لايك للفيديو، فبالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل جديد. وطبعا اي حد عاوز يشتري اي نوع طيور يا جماعة من دي، انا ببيع كل انواع الطيور سواء دبح تربية اي طيور انتوا عايزينها انا ببيعها، اللي عاوز حاجة انزل اكتب تحت في الكومنتات وياخد الرقم ويكلمني او ان هو يرن عليا. تمام، وانتوا زي ما انتوا شايفين كده انا بعلفهم، وهي الارنب اهي يا جماعة بتاكل البرسيم، خليكم حافظين شكلها كده. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي انا صورته لكم الصبح لما الارنبة كانت في الكراسي ونشوف هي كانت بتعمل ايه ونشوف كل حاجه مع بعض. هننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع برضو نتكلم عن الارانب بتاعتنا ونشوف الارنبه في الكوتاه. الفراخ بتنزل هنا، انتوا عارفين بقى الفراخ نزلت ليه؟ اهي طلعت. عارفين بقى انا طلعتها ازاي؟ طلعتها علشان حطت لها، شايفين؟ بصوا دخلت قدامكم. طبعا يا جماعه دي الكراسي القديمه اهي، بصوا طبعا دي الكراسي القديمه اللي بقول لكم عليها بتاعت الانتري، شايفين؟ حتى انا مستخدمها برضو القفاصه دي، الكراتين دي بيت فيها الطيور الصغيره، والسلم اهوت بتاع السطح، والفراخ اهي الطيور اهي على السلم، والباب زي ما انتم ما شايفين كده مقفول. طبعا يا جماعه هي بقى عامله المفاجاه والكنز جوه. طبعا الارنب السادة دي اصلا احنا عارفينها وما احناش اول مره. خلينا نجيب الارنب بس لوحديها. بصوا ما احناش اول مره يا جماعه نصور عليها ولا اول مره نتكلم عنها، هي بسم الله ما شاء الله وش السعد ووش الخير، وبجد هي اللي جايبالي الخير ده كله، يعني والله العظيم كل الارانب اللي عندي دي هي اللي جايباها. بس للاسف يا جماعه والله المفاجاه ما بتكملش، او الحاجه ما بتكملش. طبعا مش هحاول عليكم، وانتوا اكيد عارفين هي داخله جوه، يبقى داخله جوه عشان بتولد، يعني هتكون داخله جوه بتعمل ايه؟ هي بالفعل يا جماعه ولدت جوه الكرسي، وهي دي يعتبر المفاجاه. وحتى لو انتوا هوريكم دلوقتي وهنقرب وهنشوف الكرسي من جوه وهوريكم كل حاجه، انا رمت لها البرسيم علشان تطلع واصورها لكم، لان هي اكتر حاجه بتجذبها البرسيم. لو انتوا لاحظتوا يا جماعه على جسمها باين عليه ان هي والده او كانت والده يعني، وتعبانه ومتوسخه وكده. هي بالفعل يا جماعه ولدت وما شاء الله اللهم صل على النبي، والله يا جماعه كانت جايبه 9، اقسم بالله كانت جايبه 9، والله العظيم كانوا 9، وشفتهم والداهم بقى لهم 3 ايام. تمام، وانا للاسف بقى غلطتي ان انا ما صورتهم لكمش من ساعتها. انا جاي دلوقتي يا جماعه بص عشان اصورهم، وباني عامل المقدمه بتاعت الفيديو كنت فرحان فيها و و و و فقلت لازما ان انا اصور لكم، حتى الحلوه والوحشه احنا بنعملها مع بعض، وعشان انتوا برضو تخلوا بالكم. انا ساعتها يا جماعه فرحت وقلت خلاص ده مكان كويس وجميل، وان مثلا تولد جوه الكرسي حاجه حلوه وكده. بس للاسف يا جماعه كنت انا غلطان، لان المكان ده طلع مش امن خالص 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 خالص. الفراخ يا جماعه كلت الارانب، شايفين؟ حتى ذكرها التاني برضو جاب يدخل معاها اهو، هذا الذكر يا جماعة الذكر بيدخل معايا علشان الذكر بيعشر، ها شايفين؟ استنى بس يا جماعة كده مش عارف بظهر، انا بقى مش شايف بس انتوا شايفين الحاجات اللي معششة بيها. ثانية واحدة، شايفين يا جماعة كده الحاجات اللي هي معششة بيها؟
العش بتاعها هو الذكر كان فيه، لما بقى قماش على هو اصلا الكرسي منزل صوف، يعني لما بتاع ده اللي هو القش بتاع الكرسي. طبعا الذكر ده، الذكر ده ذكر شامورت يا جماعه، ده ذكر شامورت. الفراخ بقى يا جماعه كلت الخلفه بتاعتها، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الفراخ بتاكل الارانب وكمان بتاكل بض الحمام. وزي ما انتوا ما شفتوا هم نزلوا ازاي، الفراخ كانت نازله ازاي وكانت بتنقر في البرسيم. وطبعا يا جماعه هتقولوا لي اقفل على الفراخ، هقول لكم والله يا جماعه قسما بالله بقفل، بس زي ما انتوا ما شايفين الباب مقفول اهو، الباب مقفول وهم بيطيروا من على الحيط دي، وانا بقى ما كنتش اعرف. خلوا بالكم برضو يا جماعه الارنب لازم يكون مقفول في حته، يعني مقفول في حته مقفوله، عشه بقى، بطاريه، اي حاجه من الحاجات دي. تمام، تعالوا بقى نطلع فوق كده على السطح ونتكلم برضو شويه عن بقيه الارانب. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعه، نسبه كبيره جدا منكم بتنسى تعمل لايك للفيديو، وهي طبعا راقده، يعني هي راقده، بس انا بقى هحاول ان انا احوشها فوق، هحاول بقى ان انا اطلعها واستبعدها عن المكان خالص، لان هي يا جماعه برضو البتاع فيه دم وفيه ريحه الخلفه بتاعتها، فهي متهيئ لها ان هما لسه جوه. زي ما انتم شايفين كده هي بتدخل وتطلع، والحاجه الوحيده اللي بتطلعها هي البرسيم. طبعا كنت بشوفها وهي بتخنن، لان ده السلم، يعني السلم اللي هو الحته بتاعت الطيور، انا طالع نازل على الحته دي. وزي ما بقول لكم ان انا حاطط مربي حاجات في القفص ده، زي ما انتم شايفين كده مربي كتاكيت فيه، القفص موسخ، وحتى بط بط شرشرها برضو اهو، شايفين البط اهو، البط اهو. يلا بقى نطلع نكمل الفيديو فوق على السطح. طبعا يا جماعه الارانب هي بقى بعد ما طلعتها كده وطلعت اللي هي الارنبه وطلعتها فوق السطح بقى اهو، وحطيت معاها حطيت لهم برسيمهم للارانب كمان الصغيرين. هحاول بقى يا جماعه ان انا اقفل العش بتاع القديم ده خالص، بحيث ان هي ما تخننش ولا تعشش فيه. تمام، طبعا يا جماعه ده كله ارنب خليط بلدي على فرنساوي. تمام، شايفين حتى عايزه تنزل تاني، وراها الذكر برضو بتاعها، الذكر هو اللي بيعشش لها. ده ارنب يا جماعه خليط بلدي على فرنساوي، بجد بجد احسن الانواع، بيشيل يا جماعه يعني مثلا 2 كيلو احسن من البلدي والله. تمام، وكويس جدا، شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، وارضي، وبياكل اللي هو بس البرسيم. تمام، اي حد عاوز اي حاجه يا جماعه ينزل كده تحت في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله بقى لما تبقى تولد تاني هنا على السطح هبقى اصورها لكم.